معك مخلف عبد الصمد. الدكتور مخلف عبد الصمد دكتوراه في القانون الدولي ورئيس المنظمة البلجيكية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية. اليوم يوافق اليوم العالمي ليوم الحرية الدولي التي تحتفل به الأمم المتحدة، وكذلك يوافق إصدار تقريرنا، تقرير المنظمة البلجيكية السنوي عن حال حقوق الإنسان في الشرق الأوسط. فتوافق حدث اليوم بيوم الحرية العالمي، اليوم العالمي للحرية، وكذلك إصدار تقريرنا السنوي الذي احتوى على ملخصات وتوصيات لرجال الأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا اللقاء احتوى على ورش عمل جاءت من المغرب والأردن وتركيا ومصر، وكذلك من بريطانيا، وكذلك من أريتريا، وأكثر من 250 دولة شاركت في هذا الحفل. توصيات إلى مقرر السامي للأمم المتحدة حول حال حقوق الإنسان وضرورة دعم تطبيق مواثيق الأمم المتحدة والحفاظ على الأبرياء والرحم الأبرياء، خصوصا في مناطق الصراع التي تشهد الكثير من انتهاكات القانون الدولي. حقيقة من الإنجازات اللي حققناها كمنظمة بلجيكية واحتفلنا بها هنا في بروكسل، تدريب أكثر من 700 شخص خلال العام المنصرف على دورات حقوقية، دورات تنموية، دورات تفكيرية، وكذلك احتفلنا بإصدار 38 ريبورت حقوقي عن حال حقوق الإنسان. تلك التقارير كانت حصرية بمنظمتنا، تحتوي على صور حصرية، وكانت تأتينا من عبر محطاتنا 50 الحقوقية المنتشرة في العراق والدول المجاورة للعراق وذلك الدول الأفريقية. فبالتالي احنا احتفلنا بتخريج 700 طالب، وكذلك احتفلنا بإنتاج 38 تقرير حقوقي. بدعوة من منظمة الـBRMRO جينا ورشة عمل ومناقشات حول عمل المنظمة، والتقينا بمجموعة من المشاركين من عدة دول، تبادل أفكار، تبادل والأفكار كلها لخدمة اللاجئين وخدمة العرب الموجودين في أوروبا. الواقع العربي في الداخل لا يخفى على أحد، الشاشات مليئة بأخبار اليومية، أخبار سوريا، أخبار العراق واليمن، ليبيا، كل الدول على صفيح ساخر، لكن بالمقابل هذه الشعوب تهجر منها أعداد كبيرة جدا. نحن اليوم أمام مأساة إنسانية في الخارج أيضا وليس في الداخل، فتفكيك معسكر كالي كارثة إنسانية. اليوم ظروف اللاجئين خطيرة جدا، مشردين تحت الجسور، في الشوارع، في محطات المترو، ولا يوجد أي حل لهؤلاء اللاجئين. لجوا إلى فرنسا بشكل إنساني، الآن هم بشكل لا إنساني يطردون إلى جميع الدول، والظروف قاسية جدا. بغض النظر عن الوضع اللي بالداخل، الوضع بالداخل كل الفضائيات عم تجيبونا أسعار صعبة جدا. في سوريا الحرب مشتعلة، القصف يومي، الأطفال أشلاء، يعني لا يستثنون، لا تفعلون بشكل فردي، لا مشفى، الكل مستهدف. الوضع في الوطن العربي وضع مأساوي يحتاج إلى معجزة حتى ينتهي. الثمار حتى الآن لم ينتهي اللقاء، لذلك لا نعرف ما هي الثمار التي ممكن أن نحصلها، لكن هي اللقاء ثري جدا بالتعارف، بالشخصيات اللي موجودة، بتبادل الآراء والأفكار. يعني كما رأيت النتورك ثري جدا، تعارفنا، تبادلنا الأفكار، وكله في خدمة الإنسانية وخدمة الشعوب العربية والسلام. أظن العنوان الرئيسي بهذا العمل هو السلام، نتمنى تحقيق السلام. مساء الخير. علاء عبد المنصف، الأمين العام لمؤسسة عدالة لحقوق الإنسان. أنا موجود هنا للمشاركة في الاحتفال الخاص بمنظمة البلجيكية لحقوق الإنسان بامرو. أشكر الدكتور مخلف عبد الصمد على هذا الاستقبال الرائع وعلى هذا الحفل الكريم، وكانت فرصة جيدة لعرض إنجازات المنظمة البلجيكية وكذلك عرض الملفات النوعية الخاصة بالدول سواء مصر أو اليمن أو العراق أو كافة البلدان. بالتأكيد كانت مشاركة جيدة لعرض وجهات النظر على المختصين الأوروبيين والمعنيين بالشأن الحقوقي.
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان موجودة في تركيا اسطنبول، وجاءت المشاركة في الحفل الكريم للمؤتمر البلجيكي، والمؤسسة خاصة برفع وتوثيق كافة الانتهاكات التي تحدث في مصر، عرضنا على الاجتماع المصغر للمدعوين والجهات المعنية ما يتعرض له المواطنين المصريين من انتهاكات، ما يتعرض له الشباب والشيوخ والأطفال والنساء من انتهاكات في مصر، الحالة القمعية في مصر، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يتعرض لها المصريون، وبالتالي حاولنا أن نوصل هذه الانتهاكات في صور تقارير وفي صور إحصاءات لجميع المعنيين، لنضع الجميع أمام مسؤولياته سواء الرأي العام أو الجهات المسؤولة عن هذا الأمر، وكانت فرصة جيدة لتوضيح هذه الانتهاكات أمام الجميع.